نسمع عن مدينة داخل مدينة وعن عالم مخفي في باطن القطاع. ماذا نعرف عن أنفاق غزة؟ متى بدأ الحفر وكيف لإسرائيل أن تتعامل مع مئات الكيلومترات المخفية تحت الأرض في حال الاجتياح البري؟ وصفتها حماس بالسلاح الاستراتيجي، وشكلت عملية حفرها وتوسيعها داخل القطاع نموذجاً على صراع الأدمغة في الحرب الإسرائيلية الفلسطينية طويلة الأمد، حيث يعود تاريخ حفرها إلى تسعينيات القرن الماضي، وبدأت عن طريق حفر أنفاق بدائية لا تزيد أقطارها عن 50 سنتيمتراً لأغراض تهريب السلاح الخفيف والبضائع حينها. استخدمتها الفصائل الفلسطينية في عمليات عسكرية عدة، كانت أولها عملية تفجير موقع ترميد الإسرائيلي في رفح جنوبي القطاع عام 2006 عبر نفق طوله 150 متراً، ليكون هذا التاريخ تدشيناً لما عرف لاحقاً بسلاح الأنفاق، الذي نذكر من أمثلته أيضاً عملية اعتقال الأسير الإسرائيلي الشهير جلعاد شاليط التي نفذت عبر الأنفاق في نفس العام. تقول الفصائل الفلسطينية وبحسب بي بي سي إن أنفاقها تمتد لمسافة 500 كيلومتر تحت الأرض، علماً أن مساحة قطاع غزة بالكامل لا تتجاوز 365 كيلومتر مربع، ما يعني أن الأنفاق قد تمتد إلى ما هو أبعد من القطاع، مؤكدة أن ما دمر منها خلال محاولات إسرائيل قصفها هو 5% فقط، وذلك في أعقاب صراع عام 2021 الذي قالت عنه إسرائيل آنذاك إنه دمر 100 كيلومتر من هذه الأنفاق. يعتقد أن أنفاق قطاع غزة تصل إلى عمق 30 متراً، أي ما يقارب 100 قدم تحت سطح الأرض، ولها مداخل تقع في الطوابق السفلية للمنازل والمساجد والمدارس والمباني العامة، ما يجعل مستخدميها في مأمن أثناء عمليات القصف. وكلف بناؤها ملايين الدولارات التي تتهم إسرائيل فيها الفصائل الفلسطينية على أنها حولت هذه الأموال الممنوحة لغزة كمساعدات لإعادة بناء المنازل إلى أساس في بناء شبكة الأنفاق هذه، والتي تم تشييدها بإسمنت محصن وعلى امتدادات طويلة. أنفاق غزة والجهوزية الإسرائيلية لما يعرف بحرب المدن علامات استفهام تجيب عنها نتائج الهجوم البري وإن حدث، في وقت يتوقع فيه محللون مواجهة إسرائيل لصعوبات في التعامل مع مدينة تعرف الفصائل الفلسطينية تفاصيلها جيداً، بينما تغيب عن إسرائيل إحداثيات المدينة الغارقة تحت الأرض، وهو ما تؤكده أصوات عدة، منها قول مؤرخ دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب هاريل تشوريف: لا أحد يعرف حقاً ما هو تحت الأرض في غزة.